بالرغم من استنفار القطاع الطبي بشقيه العام والخاص وكوادره كافه الاطباء والتمريض وكل الكوادر حتى الخبرات، لم يستطع القطاع ان يتجاوب مع او ان يغطي العجز الذي حصل في هذه الكارثه الكبيره. نعاني اليوم من نقص حاد في الكوادر الطبيه والمعدات الاساسيه وابسط مستلزمات العلاج الطبي والادويه. الوزارة منذ أن حدث الزلزال في ساعات الفجر الأولى استنفرت كوادرها البشرية كافة ومنظومات الإسعاف قامت بتقديم الدعم اللوجستي لكافة المشافي لنقود المستلزمات الطبية ضمن الإمكانيات القليلة المتاحة. الوضع في الشمال المحرر أكبر بكثير من قدرتنا على استيعاب ما حدث. في هذه اللحظة التي أتحدث بها معكم قد وصل عدد الإصابات أو الوفيات إلى ما يتجاوز 1600، وعدد الإصابات ما يفوق 4500 إصابة. وهذه ليست الإحصائيات الدقيقة، لأن كثير من الإحصائيات لم نستطع إحصائها بسبب انشغال الكوادر الطبية بتقديم العلاج للجرح. وفي اللحظة التي نتحدث فيها قد تكون ازدادت الأعداد الكثيرة لوجود أوائل وعشرات أوائل تحت الأنقاض. هناك عشرات سنية متهدئة ما تزال فوق رؤوس ساكنيها، وهناك حالات دفن لم تسجل فيها المشافي بسبب الاستنزاف الكبير في القطاع الطبي. والمنطقه بحاجه لتحرك دولي عاجل لايصال المساعدات الطبيه اللازمه. الكثير من الحالات الطبيه لم يتم تقديم العلاج الكافي لها بسبب عدم وجود المستلزمات الطبيه وعدم ونقص الكوادر ونقص التجهيزات، وبخاصه بعض الاختصاصات النوعيه كالجراحه العصبيه ومستلزماتها والعظميه وموضوع الغسيل الكلوي الذي كما تعلمون قد توقف الدعم عن جزء كبير منه في الفترة الأخيرة. المحرر يتعامل مع كارثة طبية بمعنى الكلمة، كارثة تفوق الواقع أو تفوق التقييم، ويتعامل معها بموارد محلية بسيطة مستنزفة خلال الفترات السابقة، حيث اضطرت العديد من المشافي لاستقبال أو كل المشافي في المحرر الخاصة والعامة لإيقاف استقبال الحالات الباردة، ومع ذلك لا تزال عاجزة عن استقبال الإصابات والوفيات التي حدثت. نحن بحاجة ماسة وعاجلة لكافة أنواع المساعدة الطبية، سواء الكوادر المتخصصة، الأجهزة، المستهلكات، المستلزمات الطبية. حتى بالأمس قد عجزنا عن تأمين أكياس نقل الدم. يجب أن لا تتأخر هذه المساعدات، فكل ساعة تأخير إن كان في المستلزمات الطبية أو كان في وسائل رفع الأنقاض، نحن على لا يقل عن 50 وفية قد تحدث. الوضع في إثيب وفي الشمال المحرر كارثي بامتياز لا يمكن توصيفه في الكلمات. نحن في ظل واقع مأساوي نعاني منه بسبب الإصابات الكثيرة التي حدثت، بسبب الدمار الكبير، ونحن الآن كمنظومة صحية قد بتنا عاجزين عن تقديم الدعم الصحي للمحتاجين. تقف الكوادر الصحية حقيقة لا نستطيع أن نصف ما تعاني منها الكوادر. لدينا الكثير من الكوادر التي قد قتلت في الزلزال. لدينا كوادر الآن تعمل وأهليهم تحت الأنقاض، ومع ذلك هم يحاولون بكل ما يستطيعون من قوة لتقديم هذا الدعم، لتقديم الإمكانيات التي بين أيديهم. فإن لم يساعدنا العالم بإمكانياته، فنحن حقيقة سنكون أمام كارثة وبائية خطيرة في المنطقة المحررة. نؤكد جهوزية وزارة الصحة لتسيير عمل من يريد الدخول إلى المناطق المحررة ومساعدة الكوادر الصحية في أزمتها هذه. وفي النهاية نعزي أنفسنا وأهلينا في الشمال المحرر والمناطق المحتلة والمحتلة من قبل النظام الأسدي والعصابة الروسية، ونؤكد أننا نعزي الشعب التركي بهذا المصاب الجلل الذي حدث في هذه المنطقة. سائلين الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بفرج قريب وأن يشافي الجرحى وأن يتقبل الموتى. السلام عليكم. هل عنده أسئلة لوزير الصحة؟ السلام عليكم.
معاذ عباس شركة بلدي. في كتير دول عم بتقول انه هي بعتت مساعدات للمتضررين في الزلزال السوري، منها السعودية، منها تونس، الجزائر، كتير من الدول عم تذكر على انه في كتير من الدول عم تذكر، العربية طبعا وغيرها، عم تذكر انه بعتت مساعدات ووصلت للمتضررين في الزلزال في المناطق المحررة. في المناطق المحررة، هيك الحكي يعني من هاي الجوال. لم يصل حتى الآن أي مادة للمناطق المحررة، فقط ما كان هو الاستجابات الداخلية من المخزون الداخلي لبعض المنظمات والجمعيات المساعدة. أما أن يكون قد وصل إلينا شيء، حقيقة لم يصل أي شيء على الإطلاق.